أحد أبناء عمي يكون نحيف، وأعتقد طبعا هي تكلم عن زوجها لأنه ملك أو أمير يأكل كثير. أحب إلي من عجل علوف، يعني أعتقد هي لو ما فهمناش أول مرة حنفهمها تاني مرة، فعملين تعليفه في الملك أو إن كان، لكن أنا أفضل ابن عمي النحيف. عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريفي. كل هذا يعني ممكن، بس الجملة الأخيرة هي الأهم. فما أبغي سوى وطني بديلا، فحسبي ذلك من وطن شريف. هي تتحدث عن الشرف، أنها عاشت في البلاط فتشعر بمكائد ودسائس البلاط، وهي موجودة في أي بلاط، وهي تبغي الشرف والحياة الحرة. الترجمات الإنجليزية، لا أريد أن أقرأ كثير من الإنجليزية، ولكن تبتعد تماما. مثلا أحدهم يقول A dog that barks to drive wanderers away from me. هناك ترجمة الجزء عن أن هناك كلب ينبح الطراق بعيدا عنها. هي تتحدث بالعكس، أنها ترحب بالقادمين وأنها تريد حياة هادئة. وصفوها بوصف عدواني، وهذا ليس صحيح، ليس موجود، غير موجود في القصيدة الأصلية. My rough life among the Bedouins. حياتي الخشنة مع البدو. أين هذا في القصيدة الأصلية؟ ومن هذا الكثير. Will ever to Maysoona's heart be dearer. وفي أحد الترجمات يقوم بتدليل اسم ميسون إلى ميسونة بدل ميسون. فيعني هذه كلها مشكلات تعرضت إليها في الترجمة، وكنت أحاول دائما أن أصل إلى حل وسط بين الترجمة التي تقول عنها ترجمة حرفية وترجم كلمة بكلمة، وبين ترجمة المعنى. ومن من أساسيات الترجمة أنك تترجم معنى إلى معنى وليس كلمة إلى كلمة. ولكن في نفس الوقت هذا شعر، فلم يكن هناك موسيقى أو جرس موسيقي أصبح الشعر فقد الكثير من معناه. طيب، هذا الشق الخاص بالترجمة. أرجو يعني أن تقولي قبل أن ينتهي الوقت لأني لا أتابع. الشق الآخر سأتحدث فيه سريعا عن بعض خصائص الشاعرات وكيف اختلفنا في شعرهن عن شعر الرجال، وهذا أعتقد مهم. شعر المرأة العربية يميزه القوة، يميزه محاولة الاسترداد أو محاولة الحصول على حق معين. وأنا قسمته إلى يعني اثنين أو ثلاثة أو صنفين أو ثلاثة. جزء منه التحكم في الجسد أو حرية الجسد، حر أنا جسدي ملك لي. والجزء الآخر الثاني هو التحكم في السرد أو الرواية، أنا أحكي قصتي بنفسي، لا أحتاج أن يحكي شخص آخر قصتي، وهو عكس تماما ما فعلته الترجمات والدراسات الغربية للشعر العربي عن المرأة. أن هناك رجل يحكي عن شعر المرأة، المرأة تحكي عن نفسها في شعرها، لا تحتاج إلى أي شخص يحكي عنها. شكرا. وهذا مهم في شعر المرأة. شيء آخر لاحظته أن المرأة شعر العربي في الفترة خاصة بداية من العصر الأموي وبعد ذلك العباسي بشكل كبير والأندلسي، الموضوعات اختلفت كثيرا عن الموضوعات التي كانت تكتب في العصر الجاهلي. فجزء أساسي من العصر الجاهلي، ذلك ترجمة مولعة بترجمة الخنساء، والخنساء من أعظم الشاعرات، ولكن الشعر الجاهلي كان التركيز فيه كثيرا للمرأة على الرثاء. تكتب الشعر تكتب الشعر عن ابنها أو زوجها، عن ابنها أو زوجها الذي قتل في إحدى الغزوات أو إحدى الحروب بين القبائل. وكأن دور المرأة أصبح منحصرا في هذه الفترة في الكتابة عن رثاء الذين توفوا الذين ماتوا، رغم أن المرأة منذ البداية مثل الخنساء إحدى الشاعرات في الذين تم تكريمهن مع شعراء آخرين بالمعلقات. هناك سبع أو تسع معلقات كان يتم تعليقهن على تعليق الشعر على الكعبة، على جدار الكعبة قبل الإسلام. وبعد ذلك تم الاحتفاظ به، فيقال أن الخنساء في وقت من الأوقات وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وصل إليه بعض الكلام أنها تتكلم دائما عن الموت وتتكلم دائما عن القدر، وهذا قد يكون فيه نوع من الإيذاء لتصورنا عن تقبل القدر.
فتركها تكتب وقال دعوها تكتب فكلنا لدينا ما نبكي من أجله. طبعا هذه قصة يعني لا أستطيع تأكد منها، ولكن استمرت الخنساء في الكتابة قبل الإسلام وبعد ذلك حتى وصلت إلى عمر بن الخطاب. ولكن جن كتابة الخنساء والشاعرات الأخريات وعددهم الذي حصلت عليه أو الذي اخترته يصل إلى حوالي 70 شاعرة. نحن نتكلم عن فترة قصيرة جدا، نتكلم عن 600 سنة. في نفس الوقت يوجد 9 شاعرات فقط يكتبن باللاتينية. طيب بعد ذلك بدأت المرأة تكتب في موضوعات مختلفة تماما في العصر الأموي. نجد مثل القصيدة التي قرأتها الآن، قوة شديدة أو جرأة شديدة من المرأة أن تكتب عن زوجها الملك أو الخليفة وتقول عنه بغي لا أذكر الكلمة الأخرى، عجل. طيب بدأت المرأة بعد ذلك تتكلم في قصائد في موضوعات أخرى مختلفة. فنجد امرأة مثلا تتكلم عن أن زوجها عارف أنها على علاقة برجل آخر، فبدأ يضربها بالسياط. فكتبت هذه القصيدة، والقصيدة مميزة إلى حد كبير بسبب ستعرفونه الآن. هذه القصيدة تتحدث عن عمرو، ونعرف من هو عمرو بس نفهم من القصيدة أنه زوجها، وعن علاقتها بيحيى ولا نعرف من هو يحيى. فتقول: أقول لعمرو والسياط تنفني لهن على متني شر دليل، فاشهد يا غيران أني أحبه بصوتك فاضربني وأنت زليلي. فجسدها الذي هو يهينه هو أداة امتهانه هو، فكلما ضربها أكثر كلما حاول إهانتها هذا يثبت أنه هو الذي يشعر بالإهانة. فهذه الفكرة وهذه في بدايات العصر الأموي. ترى أن المرأة هنا بدأ صوتها يصبح أقوى. نحن نتحدث عن صوت المرأة، صوتها رغم نوع من المعاملة الإساءة والامتهان، ولكنها تشعر أن في هذا الامتهان نوع من القوة لها. سننتقل إلى قصيدة أبعد بذلك بكثير. في العصر العباسي، العصر العباسي تميز ربما لوجود رابع العدوية بنزعة صوفية أو بنزعة تصوفية، والكثير لا يشير إلى أن من أصل التصوف أو من أصل الشعر الصوفي على الأقل رابع العدوية. فمن أصل الشعر الصوفي ومن أهم أنواع الشعر العربي امرأة. في الكتب التي قرأتها أيضا من باحثين كبار من جامعة شيكاغو وإلى آخرها لا أحد يذكر ذلك. دائما الفكرة أن الشعر الصوفي شعر ذكوري بحت، ولكنه جزء أساسي منه كان شعر أنثوي. أنا أعرف أن أنا سنقرأ لرابعة العدوية، ولكن أريد أن أقرأ هذه القصيدة أو جزء من هذه القصيدة. وهي نفس القصيدة التي غنتها أم كلثوم في الفيلم عن رابعة العدوية. تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. هنا تقول في البداية: أحبك حبين، حب الهوى. قد نظن أن الوقت انتهى خلص، قد نظن أنها تتكلم عن حب لشخص آخر، لكنها تتكلم في العشق الإلهي. سأختتم بقصيدة واحدة لو سمح لي الوقت وجزء منها لأنها أعتقد مهمة. كلنا نعرف سورة القط أو أنثى الأسد بأنها يتم استخدامها للإساءة إلى المرأة اللبؤة. فعندنا شاعرة شهيرة جدا باللغة العربية وهي شاعرة أندلسية،
نعم عائشة بنت أحمد القرطبي، تقدم إليها عدد كبير من الرجال للزواج، فكان ردها لهم: أنا لؤة لكنني لا أرتدي نفسي مناخا طول دهري من أحد، ولو أنني أختار ذلك لم أجب كلبا وكم غلقت سمعي على الأسد. فهنا اختارت صورة نمطية، وهذه الصورة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، عن اللبؤة، عن القطة، كيتن كما يستخدمها اللغات الأخرى، كنوع من الامتهان للمرأة، بل اختارتها كرمز لقدرة المرأة وقوتها. سأترككم مع هذا، ولكن يعني أتمنى أن أتحدث مع بعضكم لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات، وممكن أتأدس أمامي لهناك وقت. شكرا جزيلا، تفضل. قد يكون أحد أسباب ضعف الترجمة أسباب عدة. طبعا. أحدها قد يكون متعمد من قبل المستشرقين. السبب الآخر إنه حتى لو كنت متمكن من اللغتين ألف وباء. صحيح. إذا أردت أن تترجم القرآن من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو الروسية أو غيرها، لن تستطيع إعطاء المعنى 100%. والسبب لينغوستيك إيشو. من ناحية لغوية، يعني الساوند سيستم في هذه اللغة يختلف عنه في تلك اللغة. ده صحيح تمام. لذلك لا تستطيع أن تعطي المعنى الدقيق، يعني ولهذا السبب يرفض المسلمون ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى. ده صحيح. أنا يعني أوافق على كلام حضرتك، بس في نفس الوقت الاختيارات التي قاموا بها عندما عجزوا عن الترجمة، الاختيارات بعضها أو التي قرأتها لها مدلولات مسيئة. فيعني وصفها بالهمجاء، فهل تفهم قصدي؟ لو اختارش وصف آخر غير ملائم ولكنه لا يسيء أو لا يرسم صورة نمطية، هذا ما قصدته. بس طبعا الترجمة من اللغة إلى الأخرى هذه معضلة كبيرة. أعتقد يعني هذا على الأقل تفسيري. صحيح.